وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد أيضا مر سابقا أن المساجد في هذه الآية لها مصاديق، من جملتها هذه المساجد المبنية التي يذهب إليها الناس ويصلون فيها، ومن المصاديق المواضع السبعة التي توضع على الأرض حين السجود، يعني الجبهة والكفان والركبتان وإبهام القدمين. هذا المصداق الثاني. المصداق الثالث للمساجد الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وقد مر مفصلا بيان ذلك.